السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نهار جديد وفيديو جديد معكم اليوم اخوتي اخواتاتي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. معكم المهمة فاطمة. جيت اليوم بواحد الفيديو جديد اللي هي كنقولوا لها الجردة، كنقولوا لها الخصة، كنقولوا لها يعني الروز، يعني بهذا كل واحد وما تيقول لها. مرحبا بكم عندي ان شاء الله تعجبكم هذه الوصفه. ان شاء الله ندخلوا في الموضوع على بركه الله. غادي ندوزوا ان شاء الله الخضر اللي تقديتها وجبتها. عندي الخيار، عندي خيزو، عندي البطاطا، عندي الباربا. انتم كتشوفوا جبت الباربا، عجبتني عزيزه عليا وجبت منها بزاف. عندي المكور، كاين الخص ما جبتوش راه دايره في الثلاجه. عندي يعني البيض، عندي يعني مايونيز، داكشي باش كيخص بالجرده. ودابا تعرفوا المقادير كلها ان شاء الله. ان شاء الله غادي ندوزو داك الخضر والشغل ديالنا، غادي نكملو ان شاء الله معاكم. غنوريكم كلشي ان شاء الله اللي كندير انايا. هذه هي الطريقه ديالي. يعني سلقت الباربا، كنسلقها انا في الكوكوط هكاك مزديه، ما كنقطعهاش بحيث باش كتبقى حافظه على داك الشيء اللي فيها. وعاده من بعد كنقيها بحال اللي كنقيها شي مطيشه رقيقه الجلده ديالها. بحال سلقت خيزو، سلقت البطاطا، كنفورهم انايا، ولكن كاين اللي كيسلقهم كنفورهم في الكسكاس. وكان هي هو هذا خيزو، كنقطع داك مطيشه بحال هكايا باش كنزل للتزيين. كنحك المكور حتى هو زين على حساب المعده وعلى حساب كل شيء. هذه هي الباربا ديالي، هذا الخيار، يعني هذا انتم كتشوفوا دائما معنا الخص ما كنخطيوهاش، الخل الحامض للزيين الحامض باش نخلط به هذاك الشيء، المايونيز، الباربا ديالنا كقطعتها هكا باش كتجي تنقيها كتبح الله العظيم كتجي مسلوقه زوينه وطيبه. سلقت الروز، كيلو ديال الروز وكيلو ديال الروز. ايوا هذه هي الخصه ديال الميمه فاطمه. ان شاء الله غادي تتبعوا معايا ان شاء الله الطريقه حتى نسالي طايبه مسلوقه زوينه تبارك الله ما شاء الله. كنوجد على حسب هاد السنه الجديده اللي هو العاشور، الله يدخلوا علينا وعليكم ان شاء الله بالرزق والصحيحه والرحمه والنجاح للوليدات والنجاح للوالدينا والابائنا والابناء ديالنا والخوتنا والخواتاتنا يا ربي. عندي واحد ثلاثه ديال الطوالي ديال الضيوف ديالي، وجدت لهم هذه الجرده وان شاء الله انتم غتكملوا، غنكمل معكم ان شاء الله. سلقت البيض. ايوا بيني وبينكم الحكاكه عندي تهرست وتصاوبت بيدي، ولكن جايه زوينه راه هكاك. معليش نقطعوا هكاك ندوزو شي مشكل. هذوك درت تما يا البيض، كاين الطون، هذا الحامض عصرته، مويه ديال الحامض عصرتها وصفيتها حطيتها تما. كنزيد معاه واحد المعلقه ديال الزويته ديال الطون باش كتعطي واحد النكهه. كنخوي الطون على الرز ديالي وعلى داك البيض، وغادي تشوفوا معايا ان شاء الله كيفاش الطريقه ديالي انايا على هاد الجرده. هذا الطاسه ديال الطون الاخرى ما بغيتش نزيدها، خويته من هذاك الزويته، وكنخوي الطون مع الرز ان شاء الله. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو، وان شاء الله دائما ان شاء الله الجديد معاكم. هذا شويه ديال البزار، ما كنقويوش بزاف، شويه هادي مايونيز، عفوا المعلقه كبيره ما بغاتش تجبد ليا، نجيب معلقه صغيره اخرى. المليحه ما قويناش بزاف على خاطر الطون فيه الملحه. هادي الزيت بلديه شويه، انا ضروري كندير شويه ديال الزيت بلديه، كاين اللي ما كيبغيهاش ولكن كل واحد واختياره.
انا جبت معلقه صغيره ندير المايونيز بها، وغادي نجمع الخليط ديالي وكل شيء ان شاء الله مع هذا الخير ديال الرز، ونشوفوا نتبعوا معايا طريقتي بحال هكا. كنبقاو نجمعوها ونقادوها حتى كنساليو. على بركة الله، انا كنخلط بيدي، ما تتعجبنيش المعلقه نخلط بها ولا المغرف ولا شي حاجه، ضروري خصني بيدي انايا، عاد تيبرد ليا القلب ديالي ملي كنصعب بيدي هكايا. ندير واحد المعلقه يعني ديال الحامض، غير شويه غير شويه باش كتنسم مع الرز، حيت كيواسي مايونيز، بقالنا داكشي ديال الحامض اللي وجدته بزليل، فغندير معاه شويه ديال البزار باش غادي نسقي الخضر ديالي. زيد شويه ديال الحامض معاه ديال الخل، البيض اللي بقى ليا ديال التزيين غادي نزين به ان شاء الله باش نتالي، شويه ديال الملح على حسب الذوق، نزيدو شويه ديال المايونيز. وهذه هي الطريقه ديال ميمه فاطمه، نتمنى تعجبكم ان شاء الله. ودخلوا اخوتي اخواتاتي عندي القناه ديالي، تايا انا راني كنطيب، تايا انا زعما كنحب داكشي زويوان، زعما الطيب ديالي كيشكروه ليا الناس مزيان. الحمد لله كنطيب، ما كيعيطوا لي الناس منين ما كان كنمشي نطيب لهم، والحمد لله عمر ربي ما خيبني. وحتى انا زعما الطيب ديالي والصراحه ما نشكروش الناس، خليها تشكر، راه مزيان يعني الحمد لله، والله ملك الحمد. دابا ندوزو نسقيو شويه ديك، نعطيو لها كل واحد الحق ديالها، الخضر اللي سلقنا واللي فور. وهذه هي سميتو الجريده ديالي، بسم الله على بركه الله. غادي نصايب دابا في المون ديالي باش غادي نقاد في الطبيصلات، وهكا كنستمر. كنتسمر في المون، حتى المون اللي عندكم موجود من الدار، اللي عندكم موجود في الدار. بسم الله على بركة الله، غادي نقلبها بالتبصيل بحال هكايا. ها هي هذه هي هذا هو التبصيل ديالي، وهذه هي الطريقه ديالي انايا. هذا المكور زوين للمعده، وداك الشيء تا هو كيجي خفيف، الباربا اللي صيبنا الخضيره كلها تبارك الله ما شاء الله كتشهي، خضره زوينه بزاف ما كتضرش. بيني وبينكم انا كنلقى دائما ناكلها صراحه، هي خفيفه وزوينه وبنينه فهمتي.
وكتجي خفيفة، ما تضركش ما والو. هذا خيزو هو تبارك الله مزيان، خيزو خفيف وهكا كنستمر مع الطبيصلات ديالي حتى كنساليهم. ونتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الطبق اليوم، وبالصحة والراحة للجميع يا ربي. والله يدخل علينا هذا العام مباركة مسعودة، وهذا الشهر مبارك مسعود ان شاء الله علينا وعليكم وعلى جميع أمة سيدنا محمد ووليداتنا. الله ينجحهم والله يسر لهم الامور، وحفايدنا وحبابنا وخوتنا وخواتاتنا الله ينصركم والله يحيينا ان شاء الله على طاعة الله ورسوله يا رب العالمين. اجعلنا ان شاء الله من المؤمنين يا ربي، وهذه السنة الجديدة تدخل علينا بالرحة والصحة والخيرات كلها يا ربي، والأمن والإيمان يا رب العالمين. هاد الروز داك الخص كنديرو تمايا سبحان الله زويون، هكا يهزو الواحد ما بغيش نقطعو رقيق، بغيت نخليو عريشات هكا كبارين، شنو اللي بغا يعجبو عريش هكا يهزو يهزو، كيجي في وسط الروز وكنزيدو ديك الساعة كنكمل. هانتوما تتشوفو المهم فاطمة ان شاء الله يعجبكم يا ربي يا ربي يا ربي يعجبكم هاد الوصفة ديالي أنايا. يعني كل واحد وراه تبارك الله عنده ما يقول، وكل واحد وشنو عنده الخصوصيات ديالو. وتبارك الله كما بغيت تنوع الطبسيل ديالك تنوعو، كما بغيت تزوقو تتزوقو، يعني راه داكشي الاختيار ديالك. بحال هكا هادي مطيشة يعني ديال الشلاضه زوينه تبارك الله، كنقادو بها ونصوبو بها هكا هي الطبسيل ديالنا. وتبارك الله عليكم، نطلبوا الله يعجبكم هاد الطبق اللي درت اليوم، وتشجعوني ودخلوا شاركوا معايا اخوتي اخواتاتي شجعوني شويه الله يجازيكم بخير. وتبارك الله عليكم، ما تنساونيش بالتعليقات ديالكم والمشاركه ديالكم، جزاكم الله خيرا. وهذه هي المهمه فاطمه، ودائما الجديد معها ان شاء الله، ودائما ان شاء الله تجيبكم الجديد وتوصلوا لعندكم ان شاء الله يا ربي. والسلام عليكم ورحمه